خلينا نشوف احنا لايف. اول ما نطلع لايف هبتدي معاكم على طول. ها حد يأكد لي كده ان احنا لايف. كواليس ما قبل الحلقة. طب تمام احنا لايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بعمل البث معاكم ده بس اوريكم الكواليس عاملة ازاي. وحاطط لنا النهاردة بصوا المخرج العظيم حاطط لنا ايه بقى. حاطط لنا اهو حاطط لنا عايزه روايح جميله في قلب الاستوديو. يعني شكرا ليهم. انا باجي القناه اللي فيها صراحه ببقى مبسوطه جدا من الاجواء. تسلم منى هي تقعد بقى لسه وتاخد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم. عيد قلبي النهارده. عايزه اقول لكم ان النهارده هنتكلم عن المراه والام المغتربه عامه. ونقعد نعيط بقى الناس اللي في الغربة وإحاسيس الغربة وإزاي إن احنا نتغلب عليها وإيه أكتر حاجة ممكن بتواجه المرأة في الغربة كأم أو كزوجة أو يعني كأنثى في بلاد الغرب. يعني خلونا إن شاء الله بإذن الله. أنا جايبة لكم الاستوديو كله. خلونا إن شاء الله بإذن الله نبتدي إن شاء الله. يعني دقائق تقريبا فاضل لنا قد إيه؟ 10 دقايق تقريبا. نعم 10 دقايق على قناه التناصح. النهارده هيتم ان شاء الله باذن الله قناه درر معانا وقناه مسك كمان معانا والمتابعه على صفحه فيري حابها. انا عايزه بقى اقول للناس اللي بتبعت الاسئله ويا دكتوره والاسئله والكلام الجميل العظيم اللي احنا بنشوفه ده، انا عايزه اقول لكم ان الاسئله هتبقى موجوده على الصفحه. يعني السؤال اللي بيتم على صفحه فيري حابها وبتبعتوه في المسج فريق التنفيذ على طول بيطلعه لنا في الحلقه. والارقام اللي بتبقى موجوده على المسج، الارقام اللي بتبقى موجوده مثلا اتصلوا بينا على رقم الفايبر او ارقام في قناه في رحابها بيتم التواصل مباشره. احنا بناخد اكتر تقريبا 15 تقريبا اتصال في الحلقه يا استاذه منى. يعني بناخد اكتر يعني بنعدي ساعات 15 اتصال. فدي فرصة ايه للناس اللي بتسأل ابعت فين يا دكتورة، احنا عايزين اسئلة، احنا عايزين كذا. يا جماعة ابعتوا على صفحة القناة في رحابها والاسئلة بتطلع على طول او اتصلوا مباشرة هنجاوب. النهاردة هنتكلم عن تحديات المرأة في الغربة، وجع القلوب بقى اللي بيقابلنا واحنا في الغربة وبنعيش ازاي واحوالنا ايه. ويعني ننتظركم بعد اقل من 10 دقايق من الان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا كلكم. سلام عليكم. يعني بصوا لا ما انا مش هعرف اقرا من بعيد كده بقيت عجوزه. القاكم ان شاء الله منتظرين اتصالكم في الحلقه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.